gone, can, gan, can. أهم 13 صفة تم اشتقاقها من أفعال من خلال إضافة gan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباء، أهلا وسهلا بكم. كثير من الصفات في اللغة التركية تم اشتقاقها من أفعال عن طريقة إضافة gan، ويصبح معنى الصفة أنه يفعل هذا بشكل متكرر. نستعرض الآن أهم هذه الصفات من دون ذكر أمثلة حتى لا يكون الفيديو طويل جدا. الجملة الأولى أو الكلمة الأولى هي سكلدم، çok sıkıldım، مللت كثيرا، sıkılmak. sıkılgan، ملول، كثير الملل. neden böyle sıkılgan olmuşsun، لماذا أصبحت هكذا ملولا. الكلمة التالية unut، انسى، beni unut artık، إنساني، إنساني بعد الآن. أنطقان، كثير النسيان. بان çok unutkanım، أنا كثير النسيان. Bu yüzden yüksek puanlar alamıyorum، لهذا السبب لا أستطيع أن أخذ yüksek puanlar، علامات مرتفعة. الصفة الثالية، التالية، الثالثة هي ما هيك؟ أنا قلت الثاء لأقول الثالثة. صالدر، الآن أول شيء صال معناها أطلق. صالدر أصل معناها اجعله ينطلق، لكن صار معناها هاجم. يعني لما نقول هجوم، كلمة تركية هجوم، ويمكن أيضا نقول أيضا صالدرن أهجم، صالدرمك هجوم. إذا صالدر، صالدرغان كثير الهجوم، يعني عدواني. صالدرغان، سان صالدرغان مسن، صالدرغان عفوا، سان صالدرغان مسن، هل أنت عدواني. الصفة الرابعة هي كاي، مأخوذة من الفعل كايمك، كايد يعني انزلق. أيام كايد، انزلقت رجلي. كايغان، زلق. بوراسي كايغان زمين، دقت إذن. مثلا هذه أرضية كايغان، زلقة، انتبهوا، دشمين، لا تسقطوا. بكي أو يرى دشمين أو هكذا. الآن تشيك، اسحب، تشيكين ينسحب على نفسه هكذا، يعني يخجل، يستحي. تشيكينغان صار معناها خجول. ندان çok çekingensin، لماذا أنت خجول جدا. الصفة السادسة هي من الفعل سرنجان. أولا سرمك سحب، سردو سحبة، ممكن تأتي بمعنى الوقت استمر، بيش جن سردو، استمر خمسة أيام. سرمك، سرنمك أن يسحب الإنسان نفسه، بمعنى أن يزحف. سرنيور يزحف، تأتي بمعنى أيضا فقير جدا، يعني يعيش في هذه الحياة زحفا، يعني بالكاد يستطيع أن ينفق على نفسه. سرن، سرنجان زاحف، الحيوانات الزاحفة، سرنجان حيوانلر. هذه الكلمة توقعت أن يصعب فهمها عليكم، لذلك أتيت بجملة مثال. بو يراتلك، يراتلك يراتمك خلق، يراتك عفوا، يراتك مخلوق. هذا المخلوق بو يراتك يرى سرنجان يركش تو كان، تو كان. إذا هذا المخلوق كان اللي عم نحكي عنه، يعني نصف زاحف نصف طائر. ما هو المخلوق نصف زاحف ونصف طائر؟ يعني الأفعى الطائرة، هذا مخلوق أسطوري. هل تعرفون مخلوق من المخلوقات أو حيوان من الحيوانات نصف زاحف نصف طائر؟ بيورسانز، يرملر يازنز، بتم يور بتن يرملرنز أوكي جام أو أكرم. إذا بتعرفوا اكتبوا في تعليق، سأقرأ جميع تعليقاتكم. الفعل أو الصفة السابعة هي إلت كان. الفعل هو إلت، إلت مك توصيل. مثلا بو مساج بابانا إلت، وصل هذه الرسالة إلى أبيك. مثلا إلت كان ماذا نقول عنه؟ ناقل. إلكتري إلتيور، إلتيور يعني ينقل الكهرباء. إلت كان مادلر، المواد الناقلة للكهرباء. مثلا نقول دمير إلت كان بير مادة، أو بير بير مادة، نعم. الحديد هو مادة، إلت كان ناقلة. عكس إلت كان هي يلت كان. طبعا يلط مك الفعل استخدامه قليل جدا. يلط كان يعني عازل، مادة عازلة، يعني لا تنقل الكهرباء أو لا تنقل الحرارة، يعني إذا وضعتها في الكهرباء ما أتكهرب، اسمها يلط كان. إلت كان إذا وضعتها في الكهرباء تنفضني الكهرباء، ما هيك؟ بكي دوكوزونجو كلمة، الكلمة التاسعة تشالش، الفعل هو يعمل، تشالش. تشالش كان كثير العمل، يعني نشيط. سان çok çalışkansın، أنت نشيط جدا. الآن giriş mek التجهز لعمل معين. giriş كان كثير التجهز للعمل، يعني نشيط وثاب، مقدام. giriş كان، هنا أتيت بمثال لكم. عندنا نفس الفعل giriş mek، مشتق منه girişimci، مثلا نكتبه هنا
مهم، رائد أعمال. جي ري شيم، إن شاء الله تسع. جي ما وسعت ما. ممكن ماذا نفعل؟ منصغر الخط ومنعيد الكتابة. سنأخذ من وقتكم، نكتبها بسرعة. مهمة اللي بيحب يقرأ في مجال ريادة الأعمال ممكن يقرأ الكتب التي لها علاقة بهذا. جي ري شيم إي، هذا إم جريشيم جي بيكي. المهم ليس مهم جدا الكلمة التالية. إذا جريشكان قلنا وثاب وهكذا، مثلا يعني يقدم مقدام وليس عكس تشيكينغان. تشيكينغان جريشكان بيكي. نقرأ المثال، نقرأه هكذا. بوردا ده جريشكان ألمانا احتياج بوار. إذا احتياج بوار أنا أحتاج، ألمانا أحتاج إلى ألمان أن تكون، أحتاج إلى أن تكون أنت ده جريشكان طموحا مقداما أكثر. أحتاجك لأن تكون يعني مقداما، ولا أحتاج أن تكون خجول وتجلس هكذا ولا تعمل أو هكذا. الفعل الحادي عشر كونوش تحدث. طيب الآن أصل الفعل هو كونو، موضوع اسم، وضعنا له شيء صار تبادل أظن هكذا، صار تبادل أو هكذا، فصار نتبادل الموضوع يعني نتحدث. كونوش كان ما معناه؟ يعني كثير الحديث، نقول عنه جرار. ممكن نقول أيضا إذا كان تشوك تشوك كونوش كان نقول جا ذا زا بالمعنى السلبي. جا ذا زا تشوك جا ذا زا يعني يتحدث بدون فائدة. جا ذا زا كونوش كان يعني يتحدث كثيرا، لكن قد ما يكون بالمعنى السلبي. ممكن تستخدم بالسلبي، ممكن تستخدم بالإيجابي. الصفة الثانية عشر دور ماك. أصل الفعل هو دو ماك، مثلا أنيم عفوا بان دو دوم أنا ولدت. أنيم بني دور دو ماما ولدتني، يعني خرجتني من رحمها. دور دور جان ولاد. في عندنا حديث تزوج الودود الولود. دور جان سيفيملك هنم لارلا إفلانين مثلا، ممكن نترجم حديث بهذا الشكل. دور جان يعني كثيرة الولادة، تلد كثيرا. الآن عندنا سومورت ماك. سمورت ماك أيضا أتيتكم عليها بمثالين. سمورت ماك أصل معناها العبس. سمورت كان كثير العبوس، ماذا نقول؟ عباس أو عابس؟ كثير العبوس ممكن نقول. بكي المثال مثلا ماذا نقول؟ كايبدين جا تشوك سمورت كان أوليورسون، عندما تخسر تكون كثيرة العبوس. إذن كايبدين جا إنجا عندما كايبت مك الخسارة، عندما تخسر كايب دينجا تشوك سومورت كان أوليورسون تصبح كثيرة تصبح مخطبة الجميل سومورت كان. بكي الآن نستخدم الفعل هنا كفعل، مثلا ماذا نقول؟ بوغاجا سومورت جاكمسن أو بتونجاجا سومورت جاكمسن، هل ستعبس طوال الليلة؟ مثلا نحن نسهر مع أحدهم مع صديق فنجدها هكذا عبس، فنقول له ماذا نقول له؟ بتونجاجا سومورت جاكمسن بتنججا سمورت جاك مسن، الفعل سمورت ماك أجاك للمستقبل، سمورت جاك مسن، هل ستعبس طوال الليلة؟ هل تعرفون صفات أخرى تم اشتقاقها من أفعال عن طريق إضافة جان أو جان أو شو أو كان إلى الأفعال أو كان؟ هل تعرفون صفات أخرى تم اشتقاقها بهذه الطريقة؟ إذا تعرفون هذا أغنوا الموضوع من خلال تعليقاتكم. أتمنى لكم دوما التوفيق، دامت البسمة مترقصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مالئنا لقلوبكم وحياتكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.